بسم الله الرحمن الرحيم. نشرح دلوقتي المحاضرة السابعة، مادة الموديلنج سيستم داينامكس. الأول كده، في فرق بين السيستم داينامكس والديناميكال سيستم اللي اتكلمنا عنه قبل كده. سيستم داينامكس ده، أنا طالما قلت كلمة دايناميك يبقى لازم باخد الزمن معاه في الاعتبار. طب سيستم داينامك ده بيدرس حالة النظام بتغير مرور الزمن، إنما الديناميكال سيستم ده نظام متغيراته ذات نفسها بتتغير بمرور الزمن. يبقى لازم نبقى عارفين الفرق ما بينهم، والكلام ده كله يعني نظري ملوش، المفروض يعني بتبقى عارفه تحفظه. المهم ان الدكتور مش هيجيب عليه حاجه، بس هنقوله برضه عشان ايه يعني الدكتور لو جاب حاجه ولا ايه، او تعريف او حاجه زي كده. لو هنعرف فيه هنعرف حاجه اسمها ايه، الفيدباك. بس المهم، السيستم الاول زي ما قلنا قبل كده ان هو عباره عن عناصر متجمعه مع بعضها بتقوم بغرض وظيفه معينه. السيستم بيقوم رايح جاي، ان السيستم اصلا معمول علشان الوظيفه دي، فعباره عن انتيتي متجمعه مع بعض عشان تؤدي غرض معين. طيب ايه بقى الفيدباك؟ بيقول لك الاول ان السيستم بيبقى معقد من كثره الفيدباك اللي فيه. طب ماشي، فين بقى الفيدباك هنا؟ الفيدباك ده بيبقى عباره عن اكشن هيتم على العناصر عندي، فهو ده بيتسمى فيدباك. هنعرفه بقى في امثله كتير تحت دلوقتي، وهنا برضو كلام نظري ممكن تقراه هتفهم منه فيدباك اكتر. هنتكلم عن محاضرة عن الكيرسر لوب بقى ذات نفسه، الكيرسر لوب دايجرام سي ال دي. تمام، الأول ده شكل الكيرسر لوب، ده مش الشكل النهائي. الشكل النهائي هيبقى بالمنظر ده. طب نمسكه واحدة، أدي الكيرسر لوب. أولا ديت تسمى عندي انتيتي، السهم ده بيتسمى بلينك، يبقى ده الكيرسر لوب انتيتي ولينك. وهنفهم بقى في إشارات دلوقتي، هنبدأ نتعرف عليه حاجة حاجة. يعني ايه السالري والبرفورمانس؟ تمام، السالري بتاع هنا بيأثر على البرفورمانس، والبرفورمانس بيأثر على السالري. نفس الكلام، التاير بيأثر في السليب، السليب هيأثر في التاير. يعني هنفهم بالإشارات دلوقتي، أنا قصدي حاجة دلوقتي مجهولة، أنا مش فاهم. السالري هيأثر في البرفورمانس، والبرفورمانس هيأثر في السالري، التاير هيأثر في السليب، والسليب هيأثر في التاير. طب إيه ده بقى؟ هنبدأ نعرف دلوقتي حاجة. الاشارات بتاعتي، الاشارات بتاعتي في منها موجب وفي منها سالب. بالمعنى البلدي الموجب ديت اللي لها علاقه طرديه، السالب ديت علاقه عكسيه. هنفهم في مثال هنا، السالب قال لك في هنا بلس وفي هنا بلس، البلس ديت بتتحط على اللينك عندي. تمام، يبقى ده لينك وده ايه، الاشاره بتاعتي محطوطه على اللينك. السالري بلس ودي بلس، احنا لسه قايلين دلوقتي انها علاقه طرديه. طيب يعني السالري والبرفورمانس، البرفورمانس علاقه طرديه؟ اه يا عم علاقه طرديه، يعني كل ما زاد السالري عندي البرفورمانس بيزيد. طب البرفورمانس لو زاد السالري برضه بيزيد، يعني كل ما كان ادائك في الوظيفه عالي طبعا المدير هيزود لك الراتب بتاعك، والعكس برضه لو السالري بتاعك زاد يبقى ده نتيجه لان كان البرفورمانس بتاعك عالي. تعال للطيار، دي علاقه عكسيه، هنفهم ازاي. الطيار كل ما كنت تعبان هنام اكتر. طيب طول ما انا نايم كتير اكيد مش هبقى تعبان، يعني انا تعبان يا يعني مهلك طول النهار ما نمتش مش عارف ايه، فاكيد هنام كتير لو انا تعبان. طيب لو انا نايم كتير طول النهار قاعد مهنتخ نايم نايم نايم، ده مش هيؤدي ان انا ابقى تعبان. هصحى اي نعم كسول بس مش طاير، مش تعب، مش الهاك، مش جهد انتجته. هنا في حاجه اسمها اللوب، اللوب دي ديت اللي هتبين لي اذا كانت العلاقه عندي طرديه ولا عكسيه. اللوب دي بتتحط هنا في المنطقة دي، هنبدأ نشوفها في مثال. اللوب هنا احنا قلنا ان ديت كانت علاقة طردية وشرحناها، فهحط اللوب بالمنظر ده كده زي ما هي مرسومة، واحط جواها بلس، يبقى دي هتتفهم انها علاقة طردية. طيب ديت علاقة عكسية، هحط اللوب زي نفس الكلام وجواها من ماينس. طيب دلوقتي ده حاجة سيمبل كده مفيش شغل فيها، حاجة مثلا زي ديت هو مش ادفانسد برضه، بس ايه هنفهم في اللوب برضه اكتر، وفي امثله كتير دلوقتي هتشرح لنا اللوب. طب تمام، البيرث ريت بيبولوشن الديث ريت، معدل المواليد والتزايد السكاني ومعدل الوفيات. كل ما معدل المواليد بيزيد طبعا السكان بتزيد. تمام، فيدباك بتاعه كل ما كانت المواليد برضو بتزيد هيؤدي ان اكيد معدل المواليد هيزيد، يعني كل قصدي ما تعدد السكان بيزيد هيزود برضو البيس ريت بتاع اللي هو معدل المواليد. معدل الوفيات كل ما كان معدل الوفيات بيزيد هينقص عندي تعدد السكان، ودي معروفه. فهنا هنبدا نبص لللوب اللي هتتكون عندي.
هبدأ في طريقة بنعرفها منها لو الحاجة كتير. هنا دي بلس ودي بلس ودي بلس ودي ماينس. ببدأ أبص ليه؟ هنا أنا شايف إن في أدي أكشن بيحصل والفيدباك بتاعه، ففي هنا أكيد دي لوب، دي قصاد هنا لازم هيكون لوب، واللوب دي علاقتها إيه؟ هنعرفها. هنبص للعلامة، لو كان الماينس فردي هتبقى العلاقة عكسية، لو كان الماينس زوجي يبقى العلاقة طردية. طيب هنا مفيش ماينس أصلا، يبقى خلاص العلاقة دي طردية. طب هنا في بلس وماينس، الماينس فردي يبقى دي العلاقة طردية، يبقى أنا قدرت أحدد من هنا العلاقات بتاعتي. هنيجي مثلا للمثال إيه أكتر هيوضح لنا الدنيا. الفيبريشن هنا التبخر، واللي عندي بيأثر في السحاب، أدي التبخر. هنا معروفة كل ما كان في تبخر كتير السحب بتاعتها هتكتر، فادي هنا ايه هشد هقول له بلس. هنبدأ ايه صح، الدكتور الاول قال لك ان الامتحان ممكن يجيب لك حالة زي كده، طبعا النقط هنا يعني لسه فيه تكملة لان السيستم ناقص، يا اما هو هيجيب لك الحالة دي وانت هتوصلها لدي، يا اما هو هيديك حاجة زي كده وانت هتوصلها لكده. فهو قال لك يا اما اجيب كيس ستادي يا اما ايه هتعامل زي ما كده. فالمهم احنا هنعرف الاثنين. احنا عندي هنا التبخر، التبخر قال لك بيأثر في السحب، طيب هيأثر دي ايه من وجهة نظرك؟ التبخر هنا بلس. ليه؟ لان كل ما زاد كل ما السحب بتزيد. طب قال لك السحب بتأثر ايه في المطر، طب ما هي المطر نفس الكلام، المطر هيزيد بالذات السحب، ما كل ما السحب كانت كتيرة هتمطر اكتر، فهنا هتبقى ايه موجة. طب كمية المية، طب ما المطرة لما تزيد هتزود معاها المية، يبقى كده ايه موجة. طب قال لك هنا المية هتأثر فين؟ في التبخر. طب ازاي بقى؟ المية شتت ونزلت هتأثر معايا، لما تنزل هتتبخر تاني، فكل ما هتزيد كل ما يبقى في تبخير. طب في ايه ده بقى؟ دي عامل خارجي بيبقى جاي من بره، طبعا هو المفروض هيبقى مكمله هنا ويذاكر لك بقيه الحاجه هنا، يعني اللي هو بعد دي هيرجع يقول لك ايه اماونت اوف ووتر تاني، يعني اماونت اوف ووتر ايه فيروش اماونت اوف ووتر. يبقى كده هفهم من هنا ان دي ايه لوب، زي ما فهمت من هنا ان دي بدايتها ايه ونهايتها ايه، دي اكيد كونت لوب عندي. وهنا لو في هنا نفس الكلمه كده يبقى دي كمان مكون عندي ايه لوب. يبقى انا فهمت اللوب كده بتتكون من ايه، من حاجه شايف انا بدايتها ونهايتها، كده كونت معاها لوب. يعني لو دي كانت مثلا دي تكملتها في السيستم هيبقى في هنا لوب وهنا لوب. هنبدا نبص هنا الاول، دي اتخدت فيدباك تاني، طبعا الفيدباك هنا من وجهه نظر اكيد هيبقى عكسي، طب يعني ادي بلس وادي ماي، يبقى دي العلاقه على طول علاقه عكسيه. طب نبدا نبص للكبير، ادي هنا دي بلس قد كده ايه بلس مفيش ماينس، الماينس لو كان لو كان فردي يبقى العلاقه معروفه على طول عكسيه. طيب ادي بلس ادي بلس ادي بلس ادي بلس ادي مفيش اي ايه ماينس عندي، لاحظ الماينس ده تبع اللوب دي يبقى ملهاش دعوه بالسيستم، انا بتكلم على اللي انا ايه شايفه من هنا لهنا. العلاقه هنبدا نبص لها بلس 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 بلس، خلاص يبقى معروف ان اللوب بتاعها يتحط كده، الاتجاه بتاعها كده معروف ان اللوب كده ايه علاقه طرديه. إيه هتقول الحاجات دي؟ الحاجات دي هو هيبقى برضو كانت مكتوبه في سيكشن اكتر، يعني مكتوب ده الاخر ومكملاه الباشمهندسه يعني كانت مكملاه، فكان هنا ايه مبين الحاجات دي. طبعا درجه حراره الارض والشمس يعني ما تقراها هتبقى فاهم الدنيا. يعني مثلا لو خدنا على الحل اللي هنا ان هنا في لوب ولا ما فيش، هنبدا نشوف. ادي مثلا الشمس اثرت تاثير، قال لك دي بلس دي بلس دي ماينس بلس بلس ماينس، الماينس كام؟ واحد بس، يبقى العلاقة فردي يعني العلاقة عكسية، يبقى في هنا كمان لوب أثر. تمام؟ هتيجي تقول لي في هنا لوب، هقول لك لا مفيش أي فيدباك، مفيش فيدباك عشان يبين لي إنها فيها لوب، ديت أثرت هيرجع لها فيدباك، ده مأثر هنا وأثر هنا وأثر هنا، يعني ما دخلوش حاجة ما رجعتلوش أي حاجة، يبقى ملوش أي فيدباك، يبقى الفيدباك هنعرفها يبقى كده في لوب، لا تمام في فيدباك يبقى في عندي لوب. إيه الكلمة دي يا جدعان؟ ثواني، الإنجليزي طبعا عالي. الإنجليزي عالي جدا بقى وبعرف أقرأ وكده، فهنكتر النطق الصح. Exogenous. بارك الله فيك. اكسوجينس. ما علينا، المهم إنها إيه؟ دي اللي إحنا درسناها قبل كده، حاجة بتأثر في النظام بس من بره مش في النظام عندي، حاجة خارجية. زي هنا المثال عندي، زي مثلا هنقول على المثال الكبير مثلا، ديت كانت بتأثر على النظام من بره، الشمس
أشعة الشمس هتأثر على النظام من بره، هي مش في النظام عندي فهتأثر عليه من بره. نفس الكلام هنا، أشعتها برضه هي اللي بتأثر في النظام اللي قصادي ده. إيه النظام ده؟ النظام ده بيقول لك إيه؟ إيه أشعة الشمس اللي بتوصل للنبات، النبات كثافته. إيه بقى اللي بيحصل؟ أشعة الشمس هنا لما بتوصل للنبات دي معناه إن النبات هينمو عندي فهيزيد، الكثافة بتاعته هتزيد، هيبقى فينا عندي نبات كتير. طيب لما النبات يبقى عندي كتير، ايه العلاقه دي ليه حطيت هنا سالب؟ هي معروفه النبات عندي كتير، لا هيبقى كبر مثلا، فيبقى في مثلا لو نبات لسه الشمس مش هتعرف توصل لكل النبات، بقى لما يبقى فيه نبات كتير فمش هتلاقي فيه شمس كتير هتقدر تاثر فيه. في نبات مثلا على الارض وده شجره كبرت وفي لسه شجر على الارض الشمس مش قادره توصل له لان ده كبر، فدي بتبقى علاقه عكسيه. ده بقى اللي بيأثر فيه ايه؟ اشعه الشمس. اشعه الشمس كل ما تزيد كل ما ايه؟ ما يبقى فيها اشعه شمس تقدر توصل للنبات اكتر. لو اشعه الشمس مثلا اختفت، يعني مثلا كنا بالليل ولا حاجه، فمش هتقدر توصل لنبات اصلا، فمش فالمهم الفكره هنا معنى الكلمه ديت ان حاجه بتأثر في النظام من الخارج. الديلي، التأخر عنه. الديلي ده عباره عن ايه؟ حاجه لها زمن على ما تكبر. زي مثلا في الحته ديت بيقول لك ايه نمبر اوف جروينج تري، عدد ايه الشجر اللي عندي لما بيكبر. طيب بيقول لك بياخد فترة على ما بيه ما يبقى فيه حصاد، يعني الشجرة مش هزرعها النهاردة اصحى الصبح الاقيها بقت كبيرة واحصد بقى وكده، لا لا طبعا بتاخد فترة عندي من الزمن، فالحتة دي بتتسمى ديلي. الديلي ده بعبر عنه على البرنامج اللي احنا بنشتغل عليه بشرطتين كده، شرطتين كده يعني انا ايه هفهم ان فيه هنا ديلي. فهنا ايه ده طبعا لسه قايلين انه ايه عامل خارجي. خلصنا المحاضره الاولى، المحاضره الاولى كان بيتكلم عن الكيرزر لوب. الكيرزر لوب هو ده الشكل النهائي بتاعه، عباره عن لينك وشويه اشارات على اللينك وفيه لوب وفيه هنا شويه ايه انتيتي. الديلي قلنا هنعبر عنه في البرنامج بشرطتين. طب ماشي، البرنامج بقى البلاس ديت والماينس واللوب ماينس واللوب بلاس دول لهم في البرنامج حاجه تانية. البرنامج ما فيهوش الشكل كده، بيبقى ليه شكل تاني. يعني الشكل ده بيبقى عبارة عن ايه؟ هنمسك البلس الاول في البرنامج بتبقى عبارة عن حرف اس، انما الماينس في البرنامج بتبقى عبارة عن حرف او. طب اللوب بقى، اللوب ماينس في البرنامج هتبقى عبارة عن، يعني هتشيل الماينس ديت نفس اللوب هتترسم كده بس بيبقى جواها بي، انما الموجب بيبقى جواها ايه؟ اه. دي بالنسبة لحاجات البرنامج. وبكده نكون خلصنا إن شاء الله المحاضرة السابعة عندنا في المودلينج إن شاء الله، يا رب تكون فهمت.